فالدرد اللي عندك كلها مؤمن مؤمن لو سمحت الحصه تعدي بالراحه كده ان شاء الله. الكابيتس او السيست اللي عندك دول بتوصفهم من الاثنين، يا اما بناين يا اما مالين. طيب الكابيتي دي ممكن نحط زيها مين؟ السيست. ما السيست والكابيتي واحد، وبنحط معاهم كمان حاجه اسمها نديون. دي حصه النهارده، دول تلت جارز او اكتر من التلت كمان. المادن البناين والمالجنان دول هيبقى حصه لوحديهم، وبعدين هيتفضل شويه جارات كده بتاع 20 ولا 15 جار ما يتحطوش لا مع الباسز ولا مع الكابيتي. دي بنسميهم حاجه اسمها ميسيلينيس. خدنا جزء منهم ميسيلينيس على فكره اللي هم الهارت، لان الكارديوم اللي هم الجارز بتاعت الهارت والبلاد فيسنس لوحديهم. طيب في بس حاجه تبقى عارفها وانت بتكتب في الجار. الجار بتكتب اسم دياجنوزيس. الحسنه الوحيده في الجار ان انت بتحفظ شكله وشكله ما بيتغيرش. المشكله اللي عندك هتبقى فين؟ هتبقى في الكومنت. الكومنت احنا عاملين له سكيم. الكابيتس والسيست والنيديون ليهم سكيم، الماسس ليها سكيم، الميسيلينيس مالهمش. فكل جار لوحده كده هنقوله. طيب في كل جار بتكتب اسم دياجنوز، ده بثلاث درجات، وبعدين تكتب اسم السبيسمن العينه اللي تحت عندك. السبيسمن بتاعت سعادتك ايه؟ دي درجتين دلوقتي. مين هما الجارز اللي عندي؟ بتاخد عينه من اورجن. الاورجن ده ممكن يكون اورجن ضخم جدا زي الليفر او اللنج. ما ينفعش يجيب لك الليفر او اللنج كاملين على بعض. امال بيجيب منهم ايه؟ سلايس. فاي ليجن في اللنج او الليفر بتقول اسم السبيسمن ايه؟ بارت او سلايس من الليفر واللنج. طيب لو كان اورجن مجوف زي ايه؟ الهارت كنا بنقول اسم السبيسمن ايه؟ اوبن هارت. طب والبلادر واليوترس؟ اوبن يوترس واوبن بلادر. طيب الكدني لما بيجي يفتح الكدني بيعمل ايه؟ بيشق الكدني نصين. فيقولوا عمل ايه في الكدني؟ بايسكت. فالجار عندك بيسموه كده بايسكت الكدني. اي حاجه في الكدني بنقول عليها بايسكت. ان انت تكتب بايسكت الكدني او سلايس اوف ليفر او سيكشن في الليفر، ربنا يبارك لك يا حبيبي. يعني صباعك كان هيبقى سلايس دلوقتي وكنا كان زمان دلوقتي فاضل فيه حاجة كده. خلاص خلاص. الليفر واللنج بارت اورجن كبير. الهارت والجول بلادر واليورينري بلادر واليوترس اورجن مجوف. الكدني بايسكتد. على فكره دول دلوقتي بقوا بكام؟ بدرجتين. بعد كده هتكتب وصف الليجن الكومنت. الليجن اللي انت بتوصفه احنا النهارده هنبقى متعلقين بحاجه اسمها ايه؟ كافيتيز اند سيست. ايه الكافيتي اللي تعرفه؟ كافيتي اديني اكزامبل لكافيتي كده. خدنا كافيتي كتير قبل كده، ايه هم؟ اي ابسس ده عباره عن كافيتي، صح؟ طيب والسيست نفس الكلام. ايه السيست؟ كافيتي بس مليان سكريشن. كان زي مين؟ هايدريتد سيست، صح؟ وايه كمان؟ كافيتي ومليان ميه ومنطب الكافيتي الصغيرين كده. الفيزيكولار مور، مش كان الفيزيكولار مور عباره عن كافيتيز مليانه ميه؟ طيب والسيست ادينوما بتاعت اليوترس، فاكر بتاعت الاوفري، كان عباره عن ايه؟ كافيتي ومليان ميه. يبقى معنى كده ان انت سعادتك اي كافيتي ليه كومنت ثابت. انت قلت السبيسمن وبعدين هتيجي توصف لي الكافيتي. الكافيتي او السيست اللي قدامك كان في حاجه اسمها ابسس. البولي سيست الكدني ده واحد، البولي سيستيك اوفري او الاوفريان سيست، وهكذا. فكل واحد من الكافيتيز في ايتمز مطلوبه منك، دول بتثبتهم. ايه هما؟ النمبر. النمبر عند سعادتك بتشوفه هو ليجن ولا اثنين ولا ثلاثه ولا الكلام ده كله. طيب
تاني حاجة السايز. الكلام ده موجود صفحة رقم 9 في المذكرة عندك. ماشي؟ انت دلوقتي بتكتب كومنت، الصفحة دي هي الاسكيما لكل اللي جاي. الصفحة دي رقم 9 بتكتب فيها ايه؟ اول حاجة عندك بتكتب السبيسمن. السبيسمن بتاعتك ايه؟ لو لانج وليفر بارت او سيكشن، تمام، او سلايس. لو اوبن هارت او اوبن يوترس او اوبن بلادر. لو حاجة زي كيدني بسميها باي سيكشن. الكلمتين اللي انت كتبتهم دول بدرجتين هتوصف شكل الليجن. كل ليجن من دول مطلوب منك تعلق على ايه فيه. اول حاجة تعلق لي على الليجن نفسه. طب ايه اللي هتعلق عليه في الليجن؟ النمبر بتاعه، السايز بتاعه. طب والسايز هتلاقي عندك مديرك ارقام ثبتهم عندك، بمعنى محدش بيحاسبك ويقيس لك المقاس بالظبط. فلو حاجة صغيرة بنثبتها على 2 في 2 سم، مودريت شوية 5 في 5 سم، اكبر شوية بنسميها لارج، تمام، 10 في 10 مثلا، اكبر خالص فيري لارج 10 في 20 سم. محدش هيدق لك حاجة في 3 في 4 سم وانت كاتبها 5 في 5، مفيش مشكلة. بس ما ينفعش يبقى الليجن 3 في 5 وانت كاتبهولي 10 في 20 ويعدي، دي ما بتعديش. طيب بعد النمبر وبعد السايز هتتكلم عن الكافيتي ده، ايه اللي يهمك فيه؟ الوول بتاع الكافيتي. اي كافيتي او اي سيست الوول بتاعه فين؟ ما عدا حاجة واحدة، الابسس. اشمعنى الابسس بالذات؟ عشان في فيبروزس بيحصل عندي، يعمل ايه بالوول؟ ثيكنينج. يبقى الوول بتاع الكافيتي بيبقى سن، ما عدا الابسس بيبقى ثيك. طب الكونتنت بتاع ساعتك، الكافيتي ده مليان ايه؟ والله لو كان ابسس يبقى مليان بص، لو تي بي يبقى مليان كديس، لو حاجه زي الهيدرونيكروزس، ما هو ده كابيتال، مليانه ايه الهيدرونيكروزس؟ يورين، ميه. طب والبايونيكروزس كابيتال، مليانه بص. طب والاميبيك ليفر ابسس مليان ايه من جوه؟ هنشوف يسوس او شوكليتس. ملحوظه بقى، ولا كونتنت من دول هتشوفهم. ليه؟ لان كل كافيتيز فتحوها اتفتحت، فالكونتنت كلها خرجت من عند ساعتك. طيب ادي بالنسبه لك الكونتنت والوول والسايز والنمبر. السؤال هو انا بدرس الليجن ده بس؟ لا، بدرس علاقته بالتيشو اللي حواليه. اي كافيتي هيعمل ايه على التيشو اللي حواليه؟ كومبريشن. فثبتها كده، كومبريشن على السبب لحد. بس في حاجه مهمه كده، ودول مقتصرين على اثنين اورجنز بس، الجول بلادر والكيدني. ايه الحاجه المشتركه في الجول بلادر والكيدني؟ الستون. الاورجن ده ممكن يبقى فيه زياده عليه مع الليجن اللي موجود في الكافيتي بتاعك في ستون. طيب اي ستون مطلوب من ساعتك تعلق على كام حاجه فيها؟ النمبر بتاعها، السايز بتاعها، الكالر بتاعها. بمعنى لو جالك جار هايدرونيكروزس وفي ستون هتكتب ايه؟ انت عارف ان ده هايدرونيكروزس، بس ايه الكومنت اللي هتكتبه؟ السبيسمنت بتاع ساعتك دي درجتين، هتكتب فيها ايه في الكيدني؟ بايسكت الكيدني. الكونتنت الكافيتي بتاع ساعتك ده هيبقى ايه؟ هايدرونيكروزس. يبقى عباره عن سنجل ولا مالتيبل؟ وكذا واحد مالتيبل. الكونتنت بتاعتها فيها يوريز ومعاها في ايه كمان؟ الجول بيبقى الى حد ما تاني او ممكن يبقى. طيب الاستنسس بتاع الميه ده مش ممكن يدخلني في ايه كمان؟ ستون؟ فممكن يبقى معاه ستون. اللي انا عايز اوصله لك حاجه، انت بتكتب السبيسمن وبتكتب الكومنت، الكومنت ده ثابت وهنحفظه دلوقتي واحنا مع بعض. هيتفضل لك بس حته، ليه جار غبي؟ ليه الجارات غبية شوية؟ لأن أنا ممكن يكون عندي هيدات السيست في الليبر. يروح عامل إيه؟ شايل الهيدات السيست ومطلعها لك، ويقول لك إن دي هيدات السيست في الليبر. هتطلع لك مشكلة، إن هو مديك بس إيه؟ هيدات السيست، فين الليبر؟ مش موجود، بس تكتبه. طب أنا مش شايف ليبر، ماليش دعوة، هيحاسبك عليها. لو كتبتها من غير ما تكتب إنها هيدات السيست في الليبر هتنقص. فهي دي المشكله. في حاجات في الجارز ما غير قابله للفهم،
بمعنى هتتحفظ زي ما هي. بمعنى تاني ورم في الاوفري، الورم حجمه كبير، انا مش شايف اوفري بس هو قال لي ان ده ورم في الاوفري. سؤال، هل في حد بيشخص ورم بالكروس بيكتشر؟ لا، بيتشخص بالمايكروسكوب. طب انت هتعمل ايه؟ غصب عنك هتضطر تحفظه. ففي جرات ما بتتفهمش، وعشان كده هي دي الجرات اللي كنت بقول لكم بيعملوا فيها ايه؟ دبانه ودبان تكنس والكلام ده، بتعلمها باي حاجه. ليه؟ لان الجار مش مفهوم ايه ده؟ ماس ابنورمال قدام. هل هنبدأ دلوقتي؟ مش عارف اعمل كده، مش عارف اعمل كده، لا طلعالي في وسط كده. انا شفت العضو الذكري للدفاعي اكتشفت ما سؤال ما ممكن تكون ورزة لا ما هو كلهم لا كمينان رسوكا اللي انا عارف هاي كده رحت بقى تكشف وكده الدكتور قال لك عندك ماينس هنا وماينس هنا قال لي ماينس ربع نص ماينس ثلاث ربع قلت له يعني واحد وربع قلت له يعني واحد وربع فتس يعني وقال لي حضرتك الفتسات قديم قلت له هك 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 تصديق الأحيان يشكر لنا اللي هيسمعك فردت عليها وقال لي وهك وهك ولك مرة مدرس انجليزي خليت بالك سماه زك ولك مرة واحد شيخ فتح حل مشويات سماه مشاوي راشد انت عارف اغنية مدرس الرياضة اللي بيسأل بس انت اللي بتسمعه؟ انت اللي بتسمعه ولا الدفعة اللي بتسمعه؟ انت الدفعة؟ بجد والله؟ انا ثبتت فيه بجد بتاع توس يعني؟ بيقول لك ليه الانسان مش بيقول لك ليه الانسان مش
ولك للإنسان بوش بس الأورجن الأولاني ده متصور بنظهره، أنا مصوره علشان الليجن. طيب الأورجن ده الأورجن ده في حاجة مهمة فيه، إنه لونه إيه؟ أسود. إيه الأورجن الأسود عندك في جسمك؟ اللنج. وعلى فكرة قلت لك قبل كده شرايح اللنج واللنج إن جنرال بتتصرف في الأنثراكوزيس والسواد اللي فيه. طيب إيه بقى الليجن اللي عندك؟ أنت عندك فيه ليجن كبير قوي في الحجم. إيه ده؟ ده كافيتي كبير. الليجن ده لونه مدي على نصفين شوية، صح؟ أو قريب خد بالك الفورمالين مظبطنا يعني. فده كافيتي كبير، حاجه كبيره قوي موجوده في اللنج لونها مسفر، ده مين؟ لنج ابسس. كل ده على بعض. طيب السؤال، الشعر اللي قدامك اسمه ايه؟ اسمه لنج ابسس. فين اللنج؟ اهو. فين الحتة الصفرة اللي قدام ساعتك دي؟ هو ده اللونج ابسس، ده أول جار اللي هو رقم R2 عندك، تمام؟ يا جماعة إيه السؤال اللي كل مرة تسألهولي الشرايح نازلة بأرقامها والجارات نازلة بأرقامها؟ أكيد لأ يعني، أكيد يعني، منطقي لأ، سؤال اتكرر كتير أوي. طيب دي لنج وده الكافيتي او الليجن اللي عندك، ده هو البص او الابسس اللي موجود عندك. الجار ده دايجنوزس بتاعه اسمه ايه؟ لنج ابسس. السؤال اكتب ايه في الكومنت؟ انت كتبت ثلاث درجات دايجنوزس لنج ابسس، فاضل لك اثنين سبيسمن. اللنج السبيسمن بتاعتك اسمها ايه؟ سلايس او سبارت من اللنج. السؤال اللي بعد كده، اي كافيتي في ابسس الليجن اللي قدامك ده سنجل ولا مالتيبل؟ ده سنجل. حلو. السايز بتاعه ايه؟ انت شايف السايز ده قد ايه؟ ده لارج 10 في 10 سنتي. الوول بتاع اي ابسس اتفقنا انه ايه؟ تخين سك. الوول بتاع الابسس سك. الكونتنت بتاعت الكافيتي من جوه فيها ايه؟ بص. طيب ده كده الليجن نفسه. طب والسراوندنج هيعمل فيه ايه؟ كومبريشن على السراوندنج. طيب الاورجان ده كدني ومشقوقه من النص، بس ده مرض غريب كده بيحصل في الكدني كونجنيتال انوميلي. فين المرض اللي في الكدني؟ الكدني دي بص عشان تبقى عارف انت بايظ فيها. دي الشق، لو سمحت الصوت، الشق ده هو ده المكان اللي مشقوقه منه الكدني نصين. الكدني مشقوقه نصين. ايه اللي انت شايفه؟ دول النصين بتوع الكدني. في ايه هنا فوق؟ طب فين الكونتنت بتاعتنا؟ احنا قلنا اي سيست بيعمل فيها ايه؟ بيفضيه. السيست ده المول بتاع السيست. دي سيست موجوده فين؟ يعني هي بالظبط منظرها كده. الكدني دي كده كانت بالمنظر ده. السيست موجوده فين؟ في الابر لوب. عمل ايه؟ فتح الكدني نصين. لما فتح الكدني نصين ادي السيست اهي. دي كده سوليتري سيست، سنجل سيست. مفتوحة عندك، مشقوقة نصين، موجودة في أنهي حتة من الكدني؟ الأبر بار. سؤال، دي أبسس؟ لا، دي حاجة كونجنتال، مالكش دعوة بيه. تعرف توصفها لي؟ ماشي. الأورجن ده اسمه إيه؟ بايسكتد كدني. يبقى السبيسمنت بتاعتك إيه؟ بايسكتد كدني. طيب فين اللاين أوف بايسكشن أهو؟ طب ليه دي مش شكل الكدني اللي إحنا عارفينها؟ لأنها كونجنتالي بايظة. تمام؟ طيب إيه اللي موجود فوق ده؟ سنجل ولا مالتيبل؟ هو الليجن اسمه سوليتري. طب مكانها فين في الكدني؟ فوق في الكورتكس، فوق خالص. السؤال الثاني، السايز بتاعها هتديها سايز ايه؟ مودريت من سمول لمودريت. لا دي سمول. ان الكدني اصلا كلها على بعض ما تجيبش 10 سم. تمام؟ بس مش للدرجه يعني. المهم الوول بتاعتها دي ابسس يبقى سن. الكونتنت بتاعتها مليانه ايه؟ مليانه ميه. طيب بتعمل ايه على السراوندنج؟ بص السراوندنج تيشو ده اخباره ايه؟ كومبريس. تيشو مضغوط يبقى فيه كومبريشن على السراوندنج. دي اسمها ايه؟ سوليتري سيست.
يعني السايز ده كبير مودريت تو لارج او مودريت خليها مودريت احسن او مودريت. الاورجن اللي قدامك ده ايه؟ كدني. ليه قلت عليه كدني؟ تبع باينه انها كدني بايسكتد. وده ايه اللي في النص ده؟ ده الكورتكس ولا المظله؟ وده الكورتكس. طب تعالى كده نبقى في الليجن ده. بص كده في ايه فوق؟ في حاجه محفوره هنا، في كافيتي. الكافيتي اللي عند سعادتك ده بص على الهول بتاعته. انت شايف الهول دي تريك ولا ثيك؟ ثيك. ايه الهول الثيك اللي عندك؟ ابسس. يبقى ده رينال ابسس. رينال ابسس مكانه فين؟ فوق خالص في الايبكس، تمام؟ او في الابر فول او في الكورتكس، مش هيفرق معاك. طيب ده كام ابسس عند سعادتك؟ واحد. طب اديني كومنت كده للرينال ابسس. السبيسمنت بتاعتك واضحه قوي انها ايه؟ بايسكتد كدني. ادي درجتين. هتكتب ايه؟ دارينا الابسس. اوصفوا لي سنجل ولا مالتيبل، لارج ولا سمول ولا مودريت. مودريت سايز، ماشي. الحاجه الثانيه اللي بعد كده، الابسس ده الهول بتاعه ايه؟ سيك. الكونتنت من غير ما تشوفها بص. طيب ايه السراوندنج هيحصل فيهم ايه؟ كومبريشن على السراوندنج. يبقى ده كافيتي كده اسمه ايه؟ رينال ابسس. ده اكتر جار بينزل في الكدني على فكره، سهل ومضمون. طيب الجار اللي بعد كده، لو انت شفت المنظر اللي قدامك ده، الشكل ده شكل ايه؟ ده شكل كدني. ده ايه ده؟ ده رينال بلفس. وبعدين ايه دي؟ دي المفروض كانت الكاليسز بتاعت الرينال بلفس. بس ايه اللي حصل في الكاليسز دي؟ بقت دايليتد. الكاليسز دي المفروض انت ما كنتش بتشوفها، ايه اللي حصل فيها؟ بقت دايليتد. طب ليه دايليتد؟ احتمال من اثنين، يا ممليه ميه يا ممليه بص. يعني دي هايدرو نيفروزس يا بايو نيفروزس. افرقهم من بعض ازاي؟ الوول ماشي، بس في حاجه اوضح عندك. ايه ده؟ اللون ده، اللون الاصفر ده او الابيض المصفر الكريمي ده، ده لون ايه؟ لون البص. يبقى الجار ده جار ايه يا بكوات؟ بايو نيفروزس. يبقى عندك ده سيكشن في الكدني اسمه بايسكتد كدني او سيكشن في الكدني. ماشي، ايه اللي انت شايفه؟ دايليتد كافيتي. سنجل ولا مالتيبل؟ دول مالتيبل. الوول بتاع اي حاجه فيها بص بيبقى ايه؟ ثيك. والكونتنت فيها ايه؟ فيها بص. الجار ده اسمه ايه؟ بايو نيفروزس. طيب ايه المنظر اللي قدامك ده؟ ايه الاورجن ده؟ ده كدني. بس في حاجات غريبه هتحصل فيه دلوقتي. ده كده كدني. طيب تعالى كده معايا واحده واحده. دي الكاليسز بتاعت الكدني. المفروض الكاليسز دي كانت تبقى رفيعه، ما بقتش رفيعه، بقت ايه؟ تخينه ومليانه. مليانه ايه؟ مليانه يا اما يورين يا اما ايه؟ يا اما بطن. هل انت شايف في صديد عندك؟ لا، مفيش صديد. يبقى ده ايه؟ يورين. بس في حاجه غريبه او في حاجتين موجودين مش مفهومين. ايه اللي جوه ده؟ ده حاجه زي الحصوه او الزلطه، تمام؟ دي ستون. هو ده شكل الستون. دي ستون ودي ستون ودي ستون. المفروض ان الكافيتي ده كان يبقى زي ده. الكافيتي اللي فوق فاضي ما فيهوش حاجه، وهو ده شكل الحاجه من الستون. الكافيتي ده عند سعادتك بدا يحصل فيه ايه؟ بدا يحصل فيه ستون. يعني العيان ده عنده مرضين مع بعض، ايه هما؟ هايدرو نيفروزس، المايه حصل لها ستيزس قلبت لانفكشن قلبت لستون. امال ايه ده؟ ايه الاحمر اللي في النص ده؟ هي الستون من ضمن الكومبليكيشن بتاعتها انها بتعمل ايه؟ هيموريج. ده هيموريج كان موجود عندك، تمام؟ طب ايه اللي يخلي الهيموريج يوصل وايه اللي يخلي الستون تدخل لحد جوه هنا؟ دي يا اولاد ستون متشعبه بتبدا من الرينال بلفس، من هنا من الرينال بلفس، وتفضل تكبر لحد جوه هنا. حد فاكر الستون دي كنا سميناها ايه؟ قرون. دي كده تبقى طالعه بقرون ستاج هورن. يعني لو انت عايز تكتب دايجنوزس الحاله دي ايه؟ ده عيان عنده هايدرو نيكروزس ومعاه رينال ستون. نوع ايه الرينال ستون دي؟ ستاج هول. طيب السبيسمن اللي قدامك شايف ايه؟ كدني مشفوقه من الصين. طيب ايه اللي جوه بقى؟
هايدرونيفروزس. توصف لي الهايدرونيفروزس سنجل ولا مالتيبل؟ مالتيبل دايليتد كافيتيز كونتيننج بتاعها ايه؟ يورين. عامله ايه على السراوندنج تيشو؟ كومبريشن. ايه الجديد؟ ايه الزياده؟ ان في ستون. الستون اللي عندك سنجل ولا مالتيبل؟ مالتيبل تمام. وحجمها كبير على فكره، ستون كبيره في الحجم. يبقى معنى كده هتكتب ايه في الكومنت؟ اللي انت شايفه ده بايسكتد كيدني شوينج مالتيبل دايليتد كافيتيز بتاعت الهايدرونيفروزس كونتيننج يورين وكونتيننج رينال ستون. الستون دي سميناها ايه؟ ستاك هورن. شكل الستون دي بالمنظر ده. نعم. الهور المفروض سن بس هيحصل فايبروز مع الستون فممكن يبقى شويه تمام. طيب الجار ده من الجارات المهمه جدا، من اكتر الجارات اللي بتنزل. ايه ده يا ولاد؟ بص كده معايا، دي كدني فوق اهي، دي كدني اهي، ده كدني فوق. وبعدين ايه ده اللي تحت الكدني اللي نازل من الكدني ده كله؟ ده اليوريتر. اليوريتر ده راح يفتح فين؟ في البلادر. ايه اللي تحت البلادر ده؟ البروستات. بس ايه اللي حصل في البروستات؟ هايبر بليزيا. دي بروستات متضخمه. طب لما البروستات بتتضخم بتعمل ايه على اليوريثرا؟ بتقفلها. فبيحصل ايه في اليورين هنا؟ ريتينشن. اليورين يرد في اليوريتر يعمل لي ايه؟ اليوريتر على فكره بيبقى نص ده بالظبط، ده دايليتد يوريتر هايدرو يوريتر. وبعدين بص كده الكدني ايه اللي حصل فيها؟ ايه ده؟ دي كافيتيز دايليتد. الكدني مفتحه كافيتيز دايليتد عندك. ايه ده؟ ده دايليتد كافيتيز اللي اسمها ايه؟ هايدرو نيفروز. طب اديني كده تعريف للجار ده كله على بعضه. ايه اللي فوق ده؟ هايدرو نيفروز. ايه ده؟ هايدرو يوريتر. ايه ده؟ بناين بروستاتيك هايبرفليجيا. يبقى الجار ده كله على بعضه اسمه ايه؟ بناين بروستاتيك هايبرفليجيا وذ هايدرو يوريتر اند هايدرو نيفروز. طيب السكشن اللي متاخد عند سعادتك كدني بيوريتر ببلادر في بناين بروستاتيك هايبرفليجيا. طيب تقدر توصف لي ايه اللي انت شايفه؟ شايف ايه في الكدني فوق؟ مالتيبل كافيتيز صح؟ دايليتد مليانه يوريت. هو ده الهايدرو يوريتر. سوري هايدرو نيفروز. وبعدين ايه اللي تحت ده؟ هايدرو نيفروزس. وبعدين في هنا بلاين بروستاتيك هايبر. يبقى تاني تعالى نرجع الجار الزود تاني من الاول. اول جار الاورجان ده ايه؟ الاسود ده لانج. طيب لو سمحت انا مش براجع لامي وخليني مؤدب. الجار ده كدني سوري لانج. شكرا يا ماما. تمام. يبقى الجار ده دلوقتي ايه؟ لانج. عرفت منين ان ده لانج؟ اللون الاسود. مفيش اورجان اسود عندك غير اللانج. طيب ايه اللي موجود مع اللنج ده؟ كافيتي كبير مليان تيشو ميت. ده ايه ده؟ ده البص، ده الابسس. الجار ده اسمه ايه؟ لنج ابسس. اوصف لي الجار كده. انت كتبت الكومنت. دايما مشكلتك وبالذات الناس اللي في اول يوم مسجونين وعايزين يحفظوا الكومنت فلازم يبقى مسجل دماغه. كل الجارز اللي فيها كافيتيز مجمعينهم مع بعض. الجار ده ايه؟ ابسس. اكتب السكشن بتاعك او السبيسمنت اسمها ايه؟ سلايس. سلايس اوف لانج. ما تقوليش لانج. ايه ده؟ ابسس. اوصف لي اي ابسس. كافيتي ايه؟ زي اي كافيتي. سايز ونمبر وول وكونتين. السايز قدامك ده ايه؟ لارج. الوول ثيك. الكونتنت بس. السراوندنج والنمبر طبعا سنجل. والسراوندنج تيشو كومبريشن. الجار اللي بعده كدني. ايه اللي حصل؟ مشقوقه نصين. طب ليه مش كدني حلوه؟ عشان ده كونجنتال في ديفكت فيه. ايه اللي موجود عندك فوق في الكدني؟ في سيست. السيست دي كام واحده؟ واحده بس. جواها ايه؟ مش بص. يبقى الوول بتاعها سيست. اوصف السكشن او السبيسمنت قدامك اسمها ايه؟
بايسكت الكدني. شايف فيها ايه؟ سوليتري، هو اسمه كده سوليتري سيست اوف ذا كدني. سوليتري رينال سيست، مكانها فين؟ فوق في الابر بارت خالص. اوصف لي السيست ده، بايسكت الكدني، وصف السيست سنجل ولا مالتيبل؟ سوليتري. ماشي، سوليتري يعني سنجل. السايز بتاعها مودريت او لارج سايز، ولكن افضل انها تتكتب مودريت سايز. الوول بتاعها ده مش باص، يبقى ثين وترانسلوزنت، شفافه، والكونتنت فيها ايه؟ فلويد ووتر، مش هتفرق معاك. عامله ايه على السراوندنج تيشو؟ كومبريشن. الجار المهم ده، دي كدني مشوها نصين، ايه اللي انت شايفه فوق ده؟ ده ابسس، رينال كورتيكال ابسس. طيب ادي كومنت، بايسكتد كدني فيها كافيتي، الكافيتي ده سنجل ولا مالتي؟ سنجل. الوول بتاعته ثيك، الكونتنت بتاعته باص، والسايز بتاعه مودريت او سمول سايز. طيب الجروب الثاني، ايه جار ده؟ ده كدني بس فاير ولا هايدرو؟ بص على ده، والمول حتى شايفين المول اخباره ايه؟ تخين قوي، فيك مول، عشان البص بيخلي ليه تبقى فيها تكنيك. ده بايونيفروز، اكتب كومنت، سكشن في الكدني او بايسكتد كدني في مالتيبول ولا سنجل كافيتيز؟ مالتيبول، فيك مول بتحتوي فيها بص مودريت سايز. طيب عامله ايه على السراوندنج تيشو؟ كومبريشن. التيشو او الحاجه الثانيه اللي قدام سعادتك دي بايسكتد كدني، ايه اللي فيها؟ دايليتد، يبقى ده هايدرونفروزس او هايدرونفروزس. شايف فيه بص؟ لا، يبقى ده هايدرونفروزس. معاه ايه كمان جوه؟ ستون. الستون دي سميناها قبل كده باك هورن ستون. لما بتيجي في حاجه فيها ستون، بتعلق على الستون على ثلاث حاجات او حاجتين مهمين، النمبر والسايز. هو صحيح ايه الجار ده؟ دي كدني بس ايه اللي حصل فيها؟ فيها ايه؟ دايليتد كافيتيز، كل دي دايليتد كافيتيز. الكافيتي دي فيها بص؟ لا، يبقى ده ايه؟ هايدرونفروز. الجار اللي يهمني اهو ايه ده؟ كدني بيوريتر ببلادر ببروستات، بروستاتيك هايبرفليزيا، معاها يورين ريتنشن، معاها هايدرويريتر وهايدرونفروز. وادي شكل الكدني فوق. طيب تعال نكمل. واحد من الجارات المشكله ايه ده؟ ده كافيتي، دي سيست اسمها هايداتد سيست. طيب الهايداتد سيست ايه مشكلتها؟ هتحفظها زي ما هي. ليه؟ الاورجن بتاعها دي متاخده من الليفر، تمام؟ فين الليفر؟ مش موجود. هو مطلع لك هايداتد سيست وقال لك ان دي هايداتد سيست من الليفر، خلاص البس، هتحفظها زي ما هي. طيب مش ده كافيتي؟ مجاوب قدامك، قول لي يا ابني سنجل ولا مالتو؟ سنجل. الول بتاعه ثيك ولا ثين؟ تعالى كده بص على الول، شايف ثيك؟ طب ليه ثيك يا ولاد؟ الول متكون من كام لير؟ ثلاثه، ايه هما؟ اوتر فايبرنس، ميدل تايتينيس او لامينيتد، وانر جيرمينال. نفس الكلام ده، هو نفس اللير اللي قلناها فين؟ في المايكروسكوب. طيب الكونتنت بتاعته فيها ايه؟ ديسكوليس. طيب والول؟ ثيكول. اكتر جار بينزل في الليفر اهو الجار ده، على فكره انا اللي قلبه. الجار ده شكله كده، تمام؟ ولكن بنقلبه علشان ساعتك تبقى فاهم الليجن. ايه اللي عرفك ان ده جار ليفر؟ تشو معاه ايه ده؟ ايه اللي انا عمال اشاور عليه ده؟ ده البورتر فين. طيب تعالى كده نطلع الليفر اهو، ده الليفت لوب، ده الرايت لوب. بص كده معايا في الرايت لوب، شايف ايه؟ ايه ده؟ ده كافيتي، كافيتي حجمه كبير، موجود في الرايت لوب، كان عباره عن مالتيبل في الاول واتسحبوا مع بعض وعملوا لارج كافيتي. اميبيك ليفر ابسس. الجار بتاع الاميبيك ليفر ابسس ده فين يا ابني؟ الشوكليت سوس والشوكليت سيست والكلام ده كله هم خدوه، خرجت الكونتنت. طيب تعالى كده ركز معايا، مش ده عمال تقول لي ابسس؟ طيب الوول اللي عند سعادتك ثيك ولا ثين؟ المنظر ده كله ثيك وول. طب تعرف توصف لي الابسس ده؟ اه. سنجل ولا مالتيبل؟
سنجل. مكانه في انهي لوب؟ على فكره لو حد رجع لكلام النظري هو نفس المكان بالظبط. السايز بتاعه كام؟ لارج، ممكن يوصل من 10 ل 15 سنتي. الوول بتاعه سك، الكونتنت بتاعته فيها ايه؟ شوكليت سيست اللي هو او الانشوفيسوس سوري شوكليت بص. تمام؟ طيب عامل ايه على السراوندنج تيشو؟ كومبريشن وايتو. الجار ده بيجي كتير جدا. ده جار من الجارات الغبيه. دي كافيتي صح؟ دي سيست. بس فين؟ ده بارت من السبرين، خد حته صغيره من السبرين، الجزء اللي تحت ده حته من السبرين. وايه اللي طالع من السبرين ده؟ ده كافيتي كبير قوي. الكافيتي ده ايه؟ هايلايتد. المشكله في الجار ده انك مش السبرين مش واضح فيه، بس بتضطر تحفظه زي ما هو. هو ده شكل السيست، يبقى ده اسمه هايلايتد سيست اوف ذا سبرين. تمام؟ ال 5 ال طيب العينه اللي قدام سؤالتك ايه؟ ده بارت من السبرين مع الهايدادت سيست. تقدر تعلق لي على الهايدادت؟ سنجل ولا مالتيبل؟ سمول ولا لارج ولا مودريت؟ مودريت الى لارج. تمام؟ الوول بتاعها تيك ولا سن؟ تيك. الوول بتاع الهايدادت سيك ليه؟ عشان في ثلاثه ليا. ايه هما؟ الانر جيرمينال والميدل تايتينيوس والاوتر فايف مثلا. بس عامل ايه على السبلين؟ كومبريشن على السراوند. خلصت. انت لو انت معاك البيس بتاع ان اي كافيتي دي تقسيمه معينه بتتكتب هتقعد تهبد مع نفسك مفيش مشكله والكومنت هيطلع صح. مشكلتك كلها في انك في جارات غبيه هتضطر تحفظها زي ما هي. طيب تعالى بقى ارجع للجارز تاني بتاعت الجي اي تي. الناس بس عايزها تفهم ايه الجار اللي قدامها ده، ايه الاورجن ده اصلا. بصوا يا اولاد الاورجان ده اسمه جول بلادر. الجول بلادر، الجول بلادر دي مقفولة على بعض. ده زي الباب كده هو فتحها بايسك شقاها نصين. الجزء ده بتاع الجول بلادر اسمه الانفانديبولم. وده اسمه ايه؟ البادي. والجزء اللي تحت ده بيسموه الفاندر. هو ده تركيب الجول بلادر. السؤال بقى الجول بلادر اللي قدام سعادتك دي ايه اللي حصل فيه؟ تعالى كده نكتب. ايه اللي فوق ده؟ في هنا حاجه عامله زي الحجر صح؟ ده ستون. سنجل ولا مالتي ستون؟ سنجل ستون. طيب الستون دي عملت ايه في الانفانديولا؟ قفلته. فالبيليري سكريشن هيحصل لها ايه اللي موجوده جوه؟ هتتحبس فيحصل التهاب في الجول بلادر اسمه ايه؟ كوليسيستايتس. يبقى الجار ده كوليسيستايتس مع ايه؟ مع ري مع كين مع كوليستون. تمام؟ السؤال الستون اللي قدام سعادتك سنجل ولا مالتيبل؟ سنجل. سمول ولا مودريت سايز؟ مودريت الى حد ما ولونها مبيض شويه. طيب ايه اللي حصل في الجول بلادر؟ انفلاميشن. اسمه ايه؟ كرونيك كوليسيستايتس. يبقى ده بارت من الجول بلادر. عملت فيها ايه؟ فتحتها اوبن جول بلادر. تمام؟ احنا قلنا اي اورجان مجوف بنسميه ايه؟ اوبن. ماشي؟ اوبن جول بلادر ومعاه ايه؟ ومعاه ستون. طيب الاورجان ده بقى ايه؟ ده جول بلادر برضه، ده الانفانديولا بتاعه، بس هو فتح وشقه من النص. ايه اللي انت شايفه جوه الجول بلادر؟ ايه اللي جوه الجول بلادر ده؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه. لونهم ايه؟ اصفر. ايه الستون اللي خدناها لونها اصفر؟ كوليسترول ستون. دي جول بلادر ومعاها مالتيبل ستون كوليسترول. يعني الاولاني كان سنجل، اما الثاني ده ايه؟ مالتيبل ستون كوليسترول ستون. طيب ايه اللي حصل في الجول بلادر؟ التهاب كوليسترول.
اوصف لي الستون اللي قدامك سنجل ولا مالتبل؟ مالتبل. لونها ايه؟ يلو. تبقى دي ايه؟ كوليسترول. الكونسيستنس بتاعت الكوليسترول حد عارفها؟ لو مسكتها فرايبل صوف حاجه طريه جدا، يبقى الجار ده سنجل ستون، اما الجار ده ايه؟ مالتبل ستون. طيب الجار اللي قدام سعادتكم ده ولاد شايفين فيه بيبي صح؟ طيب البيبي ده معاه ايه؟ دي البلاسينتا. ايه اللي حصل في البلاسينتا يا بشواتس؟ في فيزيكال اثنين ثلاثة. ايه ده بقى؟ ده اسمه فيزيكولار مول. بس احنا عندنا كام نوع من فيزيكولار مول؟ واحد كله فيزيكولار مول والتاني بارشل. اهو ده البارشل مول، عبارة عن فيزيكال معاه ايه؟ بيبي. طيب السؤال، الفيزيكال دي سنجل ولا مالتيبل؟ مالتيبل. فيها بص؟ لا، يبقى المول بتاعها سين وترانسلوزن. الفيزيكولار مول مليان ايه من جوه يا بشوات؟ مية. يبقى البيزيكال دي كونتيننج ايه من جوه؟ ميه. سنجل ولا مالتيبل؟ مالتيبل. سمول ولا لارج؟ سمول. فيها ايه من جوه؟ فلويد، ميه، والوول بتاعها سيم وترانسلوزن. يعني ايه ترانسلوزن؟ شفاف. الجار اللذيذ اللي بيحبوه دايما في الامتحان اكل السمك، تمام؟ انت عارفين حوض السمك بيبقى مليان كده؟ طبعا. ايه ده؟ دول مالتيبل فيزيكال صغيرين. بس هنا الفيزيكال اللي عند سعادتك اللي هي عامله زي اكل سمك كبيره دي كده، دي من غير بيبي، يبقى ده اسمه ايه؟ كومبليت فيزيكولار مول. ده لما كحتوا الست ونزلوا الحمل اللي هي دي كانت حامل في الكلام ده، ده بيسموه كومبليت فيزيكولار مول، تمام؟ طيب اديني وصف للكومبليت فيزيكولار مول. مالتيبل ولا سنجل؟ مالتيبل. لارج ولا سمول؟ سمول. الوول بتاعهم والكونتنت فلويد. طيب ايه الاورجان ده؟ الاورجان ده بص ايه دي؟ ده السيرفكس. السيرفكس زي ما انتم عارفين بيبقى جاي ايه؟ انتي فيرتد انتي فليكسور، يعني بيبقى السيرفكس جاي في ليجن في اليوترس. انا عايز اشوف اليوترس، يبقى لازم اعمل ايه؟ قلنا السبيسمنت بتاع ساعتك اسمها ايه؟ اوبن يوترس. ايه اللي موجود في اليوترس بقى؟ اللي انت شايفه في اليوترس ده فيزيكال. كل دي صغيره، بس الفيزيكال دي دلوقتي عامله ايه في الوول؟ داخله جوه، عامله انفيجن فيه. فده نوع بيسموه ايه؟ انفيزيف وول. ده بقى هنا هو بايت اوف جرين، هو اسمه كده هنقول انا انت ايوه. يبقى دلوقتي الاورجان اللي قدامك ده يوترس. لو انت مش عارف ان ده يوترس افتكر دايما الحته دي اللي جايه في مين دي هي دي السيرفكس، الجزء اللي تحت ده هو السيرفكس. طيب هو عمل ايه علشان يشوف اليوترس؟ في جزء كان ورا كامل. فاكر الهارت لما كنا بنفتحه ونعمله اوبن هارت؟ هو نفس الفكره، عمل اوبن يوترس. شايف انت ايه في اليوترس من جوه؟ مالتيبل فيزيكلز. الفيزيكلز دي داخله بص بص على بدأت تعمل انفيجن للمود بتاع اليوترس. سموها ايه؟ انفيجن مود. نفس الوصف بتاع ايه؟ اليوترس. يابا احنا نبني ازاي؟ الواحدة بتتحمل بحمل كذا جوه المادة. واحدة مادة؟ واحدة واحدة لازم تشيل اليوترس ولا لا؟ اليوترس ولا كده؟ خصوصا لما تخيل في كام كلية في مصر؟ 26 لا غير الكليات الخاصة. لا بكل يعني كذا واحدة يعني بعيدة وجاية واحدة منها يدرس وهو في كذا سبحان الله. لا لاحظ التأمل والله لاحظ التأمل. يا شايل طلع لك الورم ده لوحده كده
ومن جهودك. فبتضطر تحفظ الشكل كما هو. طب لو جبنا دكتور باثولوجي ورحنا مدينا له الورم ده وقلنا له عرفولنا، هيقول لك ما عرفوش. امال يعمل ايه؟ لازم يحلله هيستوباثولوجي. فغصب عنك هتضطر تحفظ شويه خوازيق، تحفظهم زي ما هم. الميزه الوحيده فيهم ايه؟ ان انت هتروح وتلف وترجع تلاقي الشكل زي ما هو. طيب قبل ما ندخل في الجزء الغم ده هرجع لك اللي فات تاني. الجار اللي قدام سعادتك ده ايه؟ كدني. طيب ايه اللي حصل في الكدني؟ دايلاتيشن. ده هيدرو ايريتر او بايو نفروزس. انهي فيهم؟ بايو نفروزس. الجار اللي بعده كدني بايسكتد فيها هيدرو ايريتر بس معاها ستون. وايه ده؟ الهيموريج اللي مع الاستاج هورد. الجار ده ايه ده؟ ده هيدرو نفروزس مش مهم ده. خلينا في الجار المهم. ايه ده؟ ده كيدني معاه يوريتر معاه بلادر وبروستات بناء بروستاتيك هايبرفليزيا، عمل يورين ريتنشن، عمل هايدرو يوريتر، عمل لي هايدرو نيكروزس. ايه دي؟ جول بلادر. ايه اللي حصل في الجول بلادر؟ في ستول موجوده فين؟ في الحته دي اسمها الانفانديولا. عملت ايه في البلادر؟ التهاب اسمه كوليسيسايتس. اتنفخت البلادر وبقت مليانه وفيها التهاب. طيب دي كانت كام ستون؟ سنجل. هنا الجول بلادر فيها ايه من جوه؟ مالتيبل ستون. مالتيبل ستون. والكيلول ستون ده الانفرانديبل اما اهو اللي فوق ده، وبعدين دي بقيه الجول بلادر اللي تحت. طيب. الجار ده ابن ناس الجار. تمام؟ ده ايه ده؟ لانج. ايه اللي مع اللانج؟ ابسس. سنجل ولا مالتيبل؟ سنجل. لارج. وايه كمان؟ سيكول وكونتنت بتاعته بس. ايه دي؟ كيدني بايسكتد من هنا. ايه اللي فوق ده؟ سوليتري سيست. بايسكتد كيدني فيها سوليتري سيست. اديني الكومنت. ثين وول كونتنت فلويد سنجل مودريت او لارج سايز. الجار المفضل كيدني مقسومه نصين وفوق في الكيدني فيه ايه؟ ابسس اهو. والبول بتاعه ثيك. سنجل ولا مالتيبل؟ سنجل وثيك وول كونتنت بس وعامل كومبريشن على الترامل. ايه دي؟ هو قال انها من الليفر. امين من الليفر. واكتب له سيكشن في الليفر يعني شوف الفجر بقى سيكشن في الليفر. انت مش واخد بالك بس هو جاي. يبقى ده ايه؟ يعني بتوصل فيها هجس بس خلاص غصب عنك. يبقى ده عيدات سيست في الليفر. طيب الجار حبيبنا ده ايه ده؟ ده ليفر. ايه اللي حصل في الليفر ده؟ اميبك ليفر ابسس. اديني كومنت. سنجل ولا مالتيبل؟ الول سيك الكونتنت باك شغل البصره ولا تشوفي سوز والسايد لارج. ايه ده؟ سبرين معاه عيدات السيست اهي. السبرين ده فيه عيدات السيست. سنجل الولد مشيها سيك والكونتنت بتاعت في جيرمنال كوريس الكلام ده كله وسنجل والسايد بتاعه لارج. مين ده؟ بارشال فيزيكولار مون الفيزيكال نوتوفالي مالتيبل سمول ثين وول مو سيرفيس وكلير فيها فلويد من جوه. تمام؟ طب وده ايه ده؟ ده الكومبليت فيزيكولار مون مالتيبل وسمول وثين وول والكونتنت فيها كتير فلويد. طب ايه ده؟ ده يوترس ده السيرفكس اهو وفي ايه من جوه؟ البيس. الجار ده ليه تركايه. في جار تاني بس مركز قوي فيه وقتها فرقهم لك من بعض تلاقيهم هايفين جدا كده. دول الجارات الاكسبت اللي عندنا ندخل في العكس بقى. العكس ان كل اللي جاي ده اوفري. ايه ده يا ده؟ ده الورم من الاوفري. الورم ده مليان ميه. بناين تيومر من الاوفري مليان ميه. اسميه ايه؟ بناين تيومر من الاوفري يبقى اسمه اديلوم. مليان ميه في راس 6 ديلوم. طيب فين الاوفري؟
الاوفري اللي عندي مش موجود كومبريس، فهو عمل ايه؟ فتح السيست. فين الميه اللي في السيست؟ واعي اكيد فتحها في مكان واحد صدقها لي نبيه. عمل ايه؟ ربطهولك بحبال باي حاجه، المهم ربطه. فهو ده الاوفريان سيستم، ده شكل الجار من قدامه، ده شكل جار تاني ايه من ورا. الجار عباره عن ايه؟ هو ده، ده الشكل بتاعه. ده اسمه ايه؟ لسه نجوم. نعم. عايز ايه يا مصطفى؟ والله ما عايز. حبيبي يا مصطفى. انا مستني العمق بتاعك مش عايز. في ناس قالوا عليه شبه الخفاش، مش عارف ايه علاقته بالخفاش. خفاش فين ده؟ هو ده خفاش؟ ده شكله خفاش؟ خفاش خفاش خلاص. قال يعني خش انا بيربط خفاش تمام. ايه فين الخفاش؟ يعني احنا بنبصمك ماشي بس مش يعني واحده بتقول لك شريحه فر وتعلم. انا ما شفتوش. وكذا حد شريحة شوية نوم فرو تعالج فرو تعالج تعالج تعالج. هو الفرو بتاعك تعرف تعمل ازاي كده اهو. ما علينا، الجار ده اسمه سيستا دينوما. طب سؤال، تعرف تكتب لي كومنت فيه؟ ده اوفري اوبن سيست في الاوفري اسمها ايه؟ سيرا سيستا دينوما. طيب الاوفريان سيست اللي عندك دي فيها بص ده يبقى الويل بتاعها سين. دي سنجل ولا مالتيبل سيست؟ سنجل سيست. الويل بتاعها سين. الكونتنت بتاعتها عمال اقول لك سيرس يعني ايه؟ ميه كلير فلويد. طيب الجار ده ركز معايا كده بقى، ده ورم في الاوفري، بس انا عايزك تخلي بالك من حاجه. ده في كام اوبننج او كام لوكيول؟ واحد اثنين، تعالى كده نكبرهم ونشوف. ادي لوكيول، ده كل دي ماس واحده واتفتحت. الماس دي هو قايل انها من الاوفري. امين، خلاص طالما هو قال من الاوفري خلاص. الماس دي فيها كام لوكيول؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه، يعني اللي انا عايز اوصل له ان هم ايه؟ مالتي لوكيولر. طيب المالتي لوكيلر، تفتكر دايما المالتي لوكيلر الكبير ده بحرف الام ميوسينس سيست ادينوما تمام. الجار ده بينزل في الامتحان كتير يا اولاد. الجار الميوسينس سيست ادينوما والاوفيريان سيست ادينوما اللي فاتت دول بينزلوا كتير في الامتحان للاسف. احفظهم زي ما هم، ما فهمش فيه. يعني انا لو جبت دكتور باسوري ورحت مديله الناس دي وقلت له خد حللها لي ومش قايل له منين كمان، ولا واحد فيهم هيعرف. والدليل على كده يا بشوات، انتوا عارفين ان اي دكتور جراح لما بيجي يبعت حاله بيقول له انه واخد العينه منين؟ لازم يقول له واخد العينه منين. طيب سؤال، اوصف لي السيست اللي قدام سعادتك. سنجل ومالتيبل دي مالتي نوكلر تمام. طيب الكونتنت اللي جوه الميوسينس هتبقى ايه؟ ميوسين. الوول سيك ولا سين؟ في الغالب بيبقى سين. طيب ايه ده؟ ده سيست في الاوفري، بس ايه اللي حصل فيها؟ طلع منها زي حبات نديول كبير. النديول دي صوابع. طيب الصوابع دي يسموها ايه في الورم في الاوفري؟ بابيلاري سيس ادينو كارسينوما تمام. يبقى ده على فكره مره واحد لبس الجار عارف كتب فيه ايه؟ بابيلاري سيس ادينوما. هي دي كتبها ايه؟ بابيلاري سيس ادينو كارسينوما. ده فرقه بناين من مالجنن. لا ما طيروا له نص الدرجه، درجه ونص مش مهم. بس هي الفكره في ايه؟ هو عارف الجار بس سرح.
سرحان. ما هو بني ايه؟ بالضبط. طيب السؤال يا بشوات الليجن اللي قدام سعادتك، بص اشارات الاوفري اللي بينزلوه فيها هما اثنين او ثلاثة بالكثير، في واحد ثالث بينزلوه بس، لان اشارات الاوفري فيها عكاية كبيرة. ايه هي؟ ان انت مش عارف الاورجان ده ايه اصلا. طيب البابيلاري سيست ادينو كارسينوما، ده الجار اهو في صوابع زي ده برضو اهو سيست اهي قدام سعادتك، وفي بابيلي دي صباع كده طالع منها، يبقى كل ده بابيلاري سيست ادينو كارسينوما. تمام؟ مالتيبل او مالتيلوكيول. مشكلة الجارات دي في ايه؟ بتتبصمج كده. خدتوا جارات في العنات وكنتوا بتبصمجوها؟ اعتبروه ام سي كيو فارما ان شاء الله. طيب احنا عايزين نسأل الناس سؤال، ايه اللي قدامك ده؟ ماس كتلة صح؟ طب تعالى كده دقق في الكتلة دي مكبرها. ايه دي؟ دي عظماية، حتة عظمة. وبعدين ايه اللي منكوش ده؟ في شعر اهو، شعر منكوش عندك. ايه ده؟ ده التراتومة الكوميديا. قالت ان التراتومة دي طالعة من الاوفري. طب فين يا ابني الاوفري؟ هو كده. طب هات نجيب اي حاجه كده نلاقيها نعرف انها ان احنا في ام في ميل، ما فيش. هو خد ودي في ميل على ضمانتك. خلاص على ضمانتك، بس ارميها له تراتوما او زوجة. تمام؟ ايه ده يا ولاد؟ الخفاش ده. ده ايه ده؟ فيرا سيستا دي نوم. مالتي لوكيلر يعني سنجل سيست ولا لا؟ السيست من جوه متفتحه ماشي، هي سنجل كتير بالظبط. بس مالتي لوكس ممكن بقى يا مامتي يا يوني مش هتفرق معاك. تمام؟ يعني دي مالتي، دي واحده اثنين ثلاثه هم بس سنجل سيست. بس سنجل سيست ماشي. طيب دي مالتي سيست ومالتي لوكيلا، يعني مالتي ومالتي لوكيلا في نفس الوقت. يبقى اول واحده اسمها ايه دي؟ كثيرة ستة اليوم. جارات الاوفري الاوفري والتيومر ذو الكيدني الاثنين بيتبصمجوا. يعني ايه؟ الكيدني يا اولاد الجارات بتاعتها بيروح جاي ويطلع لك الورم من غير الكيدني ويقول لك اتفضل. في حتتين مخطين كده هتلاقوهم هناك اللي راح تشوفهم هيلاقيهم. ده سالوكه اجيب لك كيدني من ايه؟ هو قال لك ان ده ويلم ويم، حدد لك كمان ان ويلمز بتاعك كده. طب انت ما شاء الله عينيك روخ. تمام؟ فهي الفكره في حاجه ان انت دلوقتي عندك الليجن في حاجات هتتحفظ زي ما هي. ده واحد منهم اسمه ايه؟ سيرا سيستا دينوما. طب وده ميوسينا سيستا دينوما. طب وده بابيلاري سيست. اوعى تكمل غلط، ادينو كارسينوما. وده نفس الكلام اهو في صوابع بابيلي، يبقى في سيست ادينو كارسينوما. طب وده الحلو المسمسم ده التراتوم. تعالى نراجعهم تاني. هتطلع حافظها بالكومنت تمشي زي الفل. يا ابني انا خايف على بتوع اليوم الاول. هيبقى واخد خازوق ليفر توب راجع شايله في ايده كده اهو وراجع بالخازوق. ينام يحضن الخازوق وهو عمال يعيط عليه. تمام؟ يظهر اعطوه عملي واعطوه شفوي والله ما قصر على طول الشفوي. قالوه انا اللي قلته كان كان الدكتور اسرائيل سلام. ما تاخدها كلها في يوم واحد وتبقى كيف يا جدعان شافوا شافوا من 20 درجة. شافوا يعني ممكن تروح تقعد عند حسون على الترام لك يعني. اخو هيديك ايه يعني؟ 3 من 20 في بلاوي وقعت قبل كده. هديك نص الغلط يا ماما. يا 20 درجة شفوي عايز ايه؟ انت راح تحضر يعني. تاني حاجة الدكاترة اغلب الدكاترة المالجنة انت اولاد مالي.
اللي هم اجريتف يعني اغلبهم مالك ربنا يرحمه يعني درجاته وحشه ماله خلاص طلع جيل جديد ان شاء الله. بصوا ده اللي ما نطقش اللي ما نطقش السفر البصوري السنه اللي فاتت واخد ال 15 16 عايز ايه؟ نعم زمان يا ولاد ثلاثة دي كانت زمان كان زمان تخرج يديك ثلاثة يديك واحد كده تاخد الثلاثة أو الواحد وأنت مبسوط سعيد عادي يعني كان زمان الشباب عندنا بأربعين يا ولاد كنا بنتكيف ثلاثة احنا رجعين سلمني على بابا وخلاها قال لي ماما تنفعك كده يعني هو كانوا كده كانوا مكبر لا ده كان حرب ما بين اثنين رؤساء احزاب في اسمين مختلفين فدخل بنت ده بنت ده وصعبه مع هما دول ولاد الناس المهمين برضه لما بيحطوها على بعض بيحطوها قوي عمي كام لسه معاك؟ يلا يا عمي تعالى راجع. احنا اخر نص هتتسحب، هنذاكر اللي اتعملوها قبل كده؟ نعم؟ يعني الناس اللي اتفعلت في الاول جراتها بتتكرر كده؟ يا بابا اكيد طبعا. والله العظيم؟ طبعا. ايه ده هو انت ايه ده؟ على اساس ان اخر يوم بقى يقول لك ايه انا ذاكر 10 جرات وخمس جرايح واخش بقى. يا طب انت كام شرائح كلها في اول يومين؟ هتخش تبدي اهتمامك بايه؟ ربنا يغفر لك تمام؟ روح كده. الشرط ده ايه؟ لان ايه ده؟ لان جابس اديني كومنت في السريع. اللي هينسى السبيسمن درجتين. السبيسمن اسمها ايه؟ سلايس او بارت من اللانج ده كافيتي سنجل لارج والتنت بتاعته بس و سيكول ده ايه ده سوليتري ليجن موجود في الكدني هنا ودي الكدني البايسكت دي بايسكت كدني وده الرينال كورتكس فيه هنا ايه؟ ابسس دي هايدايتد سيلز في الليفر حبيبي خد الليفر ده ليفر بس فيه ايه ده؟ اللي هيشوف الجار ده في المتحف هيبقى مقلوب كده تمام؟ احنا عملنا ايه؟ احنا عايزينهولك عشان تبقى فاهمه صح ما ده كده الرايت تمام؟ اما مفيش لور لوب في الليفر يبقى ده الرايت وده الليفر طيب ده اسمه ايه ده؟ اميميك ليفر ابسس طيب ايه ده؟ ده سبرين مع هايدايتد سيلز مين ده؟ بارشال فيزيكولار مود وده كومبليت طيب ده عايز ادي ده جالي في الامتحان ونسيت اسمه قعدت افتكر فيه انا فاكره اكل السمك ده كان اسمه ايه؟ بص منتال بلوك حصل لي منتال بلوك في الامتحان وفي الاخر افتكرته الحمد لله بالعافيه كده فيزيكولار مود طب هتجنن عارف شكله بكل حاجه وكتبته ووصفته وفيزيكال ومالتيبل وكده وزي الفل ما هو السكيما دي من ايامي انا كنت عاملها لنفسي كده فالفكره في ايه؟ ان انا مش فاكر اسم الدايجنوزس ما فيش مش فاكر خالص مين؟ طيب ماشي بيقول ان طيب الجار ده ايه؟ يترس وايه ده؟ انفيزيف مول الخفاش صديقك ده مين ده؟ سيرا سيستا دينوما طب وده؟ المالتبول ميوسينا سيستا دينوما طب وده؟ ميلاري سيرا او ميوسينا سيستا ادينو ده سيرا وده ميوسينا سيستا ادينو كارسينوما وده اللي موجود فيه الشعر اهو والعظمه ده التيراتوم نعم ده المفروض ليفر بس هنا